باهي. نبدا مثلا نهي جهاد، شنو اللي مثلو باش نجمو نعملو فيها ولدي؟ نضربه في الكونجيكي. سي تري بيان، نورمالمون نضربو في الكونجيكي هكا ولا؟ باهي راح. انا باش مش ناخذ الفكره نتاعك. هاي مل علي، شنو باش نعمل بالضبط؟ باش نكتب ليميت او باش نعاود نكتبها ليميت؟ ليميت في الراسين كاري دو 2 تاع شنو؟ تاع راسين دو اكس كاري بلس 2 موان دو موان 2 سور اكس موان راسين كاري دو 2. باهي احنا كيفاش نعوضوا بالراسين كاري دو 2 لوطول فوق بجي زيرو. باهي كيفاه الكونجوغي؟ كيفاش باش نضرب لهنا؟ هاي في الراسين دو اكس كاري بلس 2 بلس 2 صحيت تاو كاو جهاد ولا؟ ونضرب من روتا زي صحيت. هذه الحاجه نحب نسمعها منك. واصل معايا التكنيك للاخره. انا مش مجوز باش نكتب اللي باش تقولوا انت، وبعدها شنو نعمل؟ من بعد نعملوا الفورميل نتاع ا كاري بلس بي كاري. صحيت. معناها شنو باش نكتب؟ باش نكتب الفوق هاي تراه في سهل راسين دو اكس كاري بلس تو او كاري موان كات. صحيت. معناها بجي اكس كاري موان 4 موان 4 معناها بجي اكس كاري بلس 2 هكا ولا لا؟ موان 4 معناها اكس كاري موان 2 هكا سور اكس موان راسين كاري دو 2 هكا ولا فاكتور دو كوا راسين دو اكس كاري بلس 2 بلس 2 فوالا. وبعد هاي توالي توالي ليميت اون راسين كاري دو 2 تاع شنو هاي؟ فوقاني شنجمو نعمل؟ معناها السامبليفيكاسيون ما صارتش. نعرف حاجتنا باش نسامبليفو الاكس موان راسين كاري دو 2. نعاونك انا شوي. ايوه ريتا دو ديا نجمو نكتبوها راسين كاري دو 2 او كاري ولاتشي ا كاري موان بي كاري. نجم تكتبها اكس موان راسين كاري دو 2 فاكتور دو اكس بلس راسين كاري دو 2 سيغ اكس موان راسين كاري دو 2 فاكتور دو راسين دو اكس كاري بلس 2 بلس 2. بعد اوتوماتيكمون نعمل سامبليفيكاسيون بهذي ونعوض على روحي نتحصل على الريزلت. كي نعوض شوف شنو نلقاو؟ باش نلقاو راسين كاري دو 2 بلس راسين كاري دو 2 بجي 2 راسين كاري دو 2. هنا لو تاني راسين كاري دو 2 وكاري سي ديجا 2 2 بلس 2 4 راسين دو 4 سي 2 2 بلس 2 سي 4. معناها بجي فينالمون راسين كاري دو 2 سور 2. باهي الالغومات شنو باش نستعملو هنا في الالغوريتم ماتيماتيك نتاعنا؟ معناها هنا هنا وقت يبدا عندي كيف يبدا عندي كيف تبدا فونكسيون بالراسين فيها راسين نقصد راسين اما وين في عدد في عدد شنو نعمل اوتوماتيكمون نعمل كونجوغي باش نكتبها بكبير كونجوغي واضح واضح. هذا الالغوريتم معناه شفنا قداش من الالغوريتم الالغوريتم الاولاني الالغوريتم دي فاكتوريزاسيون الالغوريتم الثاني نتاع الكونجوغي يعني ها هاي فونكسيون باش نبدل شوف ولدي عندك فونكسيون هاي هذه الفونكسيون فوالا فيها راسين الليميت وين في عدد شنو استعملنا اوتوماتيكمون استعملنا لهنا استعملنا لا فاكتو استعملنا كونجوغي عملنا كونجي واضح واضح وصريح واضح ولا باهي مينتونون هذا التكنيك الاخر باهي شوفوا تو التكنيك الاخر نتاع الكالكول مثلا هذه باش ناخذ باغ اكزومبل واحد من الجماعه مثال راني ماي راني ليو هذا هي ليميت اون بلوس لانفيني ليميت اون بلوس لانفيني اكس على بوسونس 3 موان 2 اكس بلوس 1 هاي عاده سهيله هذه هاي شنو نعمل؟ الاكس 3 هذيك مش في البلس لانفيني يعني عدد بوزيتيف 2 اكس وال1 عدد بوزيتيف ونشوف ال 2 اكس لا يا راني اخذني تو هنا اول حاجه التيب نتاع الفونكسيون شنو هي؟ فونكسيون هنا ركز معايا هذه فونكسيون بولينوم وليميت في لانفيني دونك الالغوريتم مش باش ناخذ نكتبوا الالغوريتم الثالث باش نكتبوا لهنا ليو دوغري صحيح وقتاش كي تبدا عنا فونكسيون شوف باش نكتب الالغوريتم فونكسيون بولينوم في لانفيني رانا باش ناخذو لو بلو دوغري لو بلو
لي بلو دغري. هذا الالجوريثم الثالث. يعني هنا اوتوماتيكمون نطفي هذا ونطفي هذا نطفي هذا وهذا نطفي، ما نخزن لهمش الجمله اساسا. ما انا شطب ما فيش شطب في الباقي في ورقه الاكزامان رد بالك، لا امانه نفهم فيك. تكتب ليميت اون بلوس لافيني وتاخذ كان المونوم بلو دغري، معناها اكس لا بوسونس 3 الكبير اعلى بوسونس فيش مضروبه. مثلا كان جات موان 2 نحط موان 2 اكس لا بوسونس 3، ناخذ المونوم بلو دغري ونعوض على روح بلوس لافيني قوه 3 اساس صوره بلوس لافيني. واضح؟ حبيب قلبي تفضل. احنا كي نخدموا بالبلو دغري يحسبها لنا غاده، لازم نعملوا فاكتوريزاسيون. لا عندك تيوريم تقول لك راي، انت عندك تيوريم دكور في الليميت قريتها، فهمت ولا؟ وانا فاهمك في القسم شنو تعمل، هاو تعمل بالضبط. جيت تعمل هكا، تعمل تخرج دي اكس بوسونس 3 وتجي هنا ا وهنا موان 2 سور اكس وكاري، وهنا بلوس ا سور اكس 3 في بلوس لانفيني. لا تقول له يا مسيو راهو عندنا تيورم، مش عندنا نحن تيورم في الكوره قريته. هذا باش يعطينا ان سور لانفيني 0، هذا ان سور لانفيني 0، عندك اكس بلوس لانفيني على بوسونس 3 بلوس لانفيني على بوسونس 3 سا سورا بلوس لانفيني. فوالا واضح ولا مش واضح؟ جي واضح. انت هنا هذه علاش نكتب انا اوتوماتيكمون؟ خاطر انا في الباك ممكن، خاطر عندنا تيورام، تيورام تقول لك هيك. باه نتعدى مثلا ناخذ غادا، غادا بنتي عندك الليميت هذه تاع اكس على بوسونس 3 موان 2 اكس بلوس 1 سور اكس كاري موان زا في بلو في موان انفيني بليو دوكري اكس كوب سور اكس كاري موان انفيني سور موان انفيني تعطينا بلوس لانفيني. صحيح، ناخذ بليو دوكري من فوق والبريو دوكري من اللوط. اما ما نعوضش تو خاطر مش نعوض بزاف لانديترميناسيون، نعمل السامبليفيكاسيون. نعمل السامبليفيكاسيون ايطاب معناها انا اكس كاري واكس ابسون 3 تقعد اكس الفوق، نعوض تو تعطيني موان انفيني. يعني الالغوريتم الرابع، الالغوريتم الرابع اللي هنا اش عندي؟ كي تبدا فونكسيون ردوا بالكم راسيونير راي فونك راهو لازم تفهم لي تيب نتاع لي فونكسيون. ردوا بالكم فونكسيون بولينوم كيما تفهمنا يبدا صافي، عدد في اكس قوه حكايه، مع عدد في اكس قوه حكايه، مع عدد في اكس قوه حكايه، مع عدد ما فيش راسين وما فيش كوسيون. يهديكم ربي. كيف كي فونكسيون راسيونير بولينوم على بولينوم وقتها هذا في فين في لانفيني نعمل كالعاده لي بليو لي بليو دوغري من فوق ومن لوطا، مثلا من بليو دوغري نحط هنا وهنا هاكا الميكانيزم تاعنا. واضح شباب ولا؟ نعم. هاكا شباب. دونك